للمزيد من المتابعة ينضم إلي هاتفيا دكتور زكريا حمودان المحلل السياسي من بيروت. دكتور زكريا أهلا بك وكل التحية. يعني أولا مع التوقف بالتعجب لدى تصريح نتنياهو أنه حتى لو تم الاتفاق على وقف إطلاق النار فإن العمليات العسكرية لن تنتهي ضد حزب الله، يعني يبدو متناقضا بشكل أو بآخر، لكنه ينبئ عن رغبة رئيس وزراء الاحتلال في مزيد من المتابعة أو محاولات الإضعاف حزب الله كما يعني يقول حتى يطيل أمد الحرب بشكل أو بآخر، لكن الثمن أيضا ربما يأتي فادحا حاليا على الداخل الإسرائيلي. منذ قليل انفجر يعني صاروخان وأحدهما في مركز تجاري بتل أبيب. كيف توصف الموقف؟ يعني أولا من يدخل في صفقة مفاوضات يكون مرتهن لمضمون هذه الصفقة أو لصفقة وقف إطلاق نار. نعم. فكيف لنتنياهو أن يتحدث عن استكمال الاستهدافات إذا كانت الورقة، أو خليني أقول حسب اطلاعي ومعلوماتي، بأن هذه الورقة لا يمكن أن تتضمن أي إمكانية لأن يكون هناك أي عمل عدائي من إسرائيل تجاه لبنان. لا يمكن، بل كذلك يمكن أن أضيف لك بأن هذه الورقة ستتضمن وقف كامل للأعمال حتى للخروقات البرية والبحرية والجوية التي كان يقوم بها العدو الإسرائيلي منذ العام 2006، بالإضافة إلى أنها ستتضمن تطبيق كامل للاتفاق 1701 بكل حذافيره وليس أكثر من ذلك. ماذا يعني ليس أكثر من ذلك؟ يعني بأنه أي حديث وتحديدا عن رقابة ألمانية بريطانية غير مسبوح. هناك اليونيفيل موجودين، قوات حفظ السلام موجودة في الجنوب، في جنوب الليطاني. ما يمكن الحديث عنه في هذه الورقة أنه قد يكون هناك دور أو تعزيز لدور اليونيفيل في هذه المنطقة، وهو جزء من 1701، وكما تعلمون العام الماضي حصل تعديل بسيط على 1701. فلذلك هذا الاتفاق هو ضمن إطار الاتفاق، ضمن إطار الأمم المتحدة في اتفاق 1701، ليس أكثر من ذلك. نتنياهو في الكنيسة يريد أن يتحدث أو يريد أن يحقق مكسب سياسي لم يستطع أن يحققه في الميدان. حضرتكم ذكرتم منذ قليل الصاروخان الذين سقطا على تل أبيب، هذا جزء من التفاوض في النار. هو يقصف بيروت، اليوم قصفت تل أبيب. لو كان نتنياهو لا يريد وقف إطلاق النار لقال بأنه بعد قصف تل أبيب ينسحب من المفاوضات، ولكن هذا جزء من المفاوضات ما حصل اليوم. وبحسب ما عرفت منذ قليل هناك حصلت عملية نوعية كذلك الأمر بمسيرات ربما تحمل كميات ثقيلة من المتفجرات، سيتم الحديث عنها خلال ساعات. نعم، أشكرك شكرا جزيلا دكتور زكريا حمودان هو المحلل السياسي وحدثني توا من العاصمة اللبنانية بيروت.